آية وعبرة، آية وعبرة، آية وعبرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. في الغالب الأكثر تجربة هو الأكثر علما، ويذكر هنا كمثال علاقة الأبوين بالأبناء، فالأبوان غالبا ما يكونان ذوي بصيرة أبعد من بصيرة أبنائهم نظرا لأسبقيتهم في الحياة، إلا أنه في ميزان الإيمان فالأمر ليس بالضرورة كذلك، فالمؤمن قد يرى بالبصيرة التي ينيرها الله في قلبه ما قد يرفعه في العلم والإدراك لعلوم الدنيا والآخرة منزلة تفوق منزلة والديه، فما عرفه نبي الله إبراهيم عليه السلام بنور الله فاق إدراك أبيه رغم أسبقية تجربة أبيه. ولذلك كانت وصية الله للأبناء ببر الوالدين حفظاً لمكانتهما حتى إن تفوق الأبناء في المعرفة.